اهلا وسهلا فيكم من جديد بكوره فان. راح نحاول خلال الاسابيع الجاي نمسك موقع بكره القدم ونحكي عنهم وعن خصائصهم وميزاتهم وابرز اللاعبين اللي لعبوا بهذا الموقع. اليوم السبت هو تعتبر اول مباريات الدوريات الخمس الكبرى باوروبا. حاليا عمالها بتجري المباريات بهدول الخمس دوريات، وان شاء الله الاسبوع الجاي راح نعطيكم تفاصيل اكثر ايش اللي بصير بمباريات اليوم. ولكن اليوم راح نحكي عن مركز حراسه المرمى. نبلش بالمركز رقم 1 المتعارف عليه بكره القدم، بانه المراكز برضه مرقمه ارقام، يعني المهاجم عاده بيكون رقم 9، ومن هون طلع مثلا بسموا المهاجم 9 او 9.5 او المهاجم 10 اللي هو بيكون صانع الالعاب، ولكن احيانا بيكون برضو المهاجم، ولكن رقم 1 دائما بيكون مرتبط بحارس المرمى. راح نبدا نحكي عن خصائص حارس المرمى بشكل عام، ولكن سريعا دور حارس المرمى جدا سهل، يحاول يمسك الطابه لحتى ما تدخل الجول تبعه. عاده بيكون لابس اواعي مختلفه عن باقي الفريق تبعه عشان يميزوه، لانه اذا كان لابس نفس الاواعي بينهم ممكن يفكروه واحد من المدافعين. على العموم راح نحاول نشوف هلا صوره واحد من حراس المرمى تلو الاخرى عشان نقدر نحكي عن اهم المواصفات والخصائص اللي بتكون عند هدول الحراس. في البدايه جان لويجي بوفون اللي هو حارس يوفنتوس وايطاليا لمده اكثر من 20 سنه. اللي بيزوه ببوفون انه عنده سرعه بديهه ورد فعل جدا سريع، وعشان هيك تصنف انه من احسن الحراس، ومتابعين الدوري الايطالي بيعتبروه احسن حارس مر بالتاريخ، مش بس الدوري الايطالي ولا الكره الايطاليه، ولكن على مر تاريخ كره القدم كلياتها. الحارس اللي بعديه هو فاندرسار اللي هو الحارس الهولندي اللي يعني نجوميته كتير طلعت بمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. فاندرسار كانت من أهم المميزات اللي بتساعده لحتى يكون من أبرز الحراس على مستوى العالم هي بنيته الجسمانية. كان فاندرسار طوله 1.98 يعني تقريبا مترين، فعشان هيك كان من السهل إنه يوصل لزوايا الجول كلياتها وإنه ينقذ الطابات. وكان فاندرسار معروف عنه بإنه بيقدر يصد ضربات الجزاء بطريقة جدا رائعة. الحارس اللي بعديه أوليفر كان، الحارس الألماني، وكان حارس بايرن ميونخ لفترات جدا طويلة. أوليفر كان أسطورة بقيادته للملعب، كان من الشخصيات العصبية على أرض الملعب، وإحنا لا نشجع هذا الإشي، ولكن كان برضو معروف بقيادته، كان دائما يعطي توجيهات لزملائه. بما إنه حارس المرمى هو بيكون آخر واحد يعني أقرب واحد لعند الجول تبع فريقه، فبيكون كاشف الملعب كلياته، عشان هيك كانت توجيهاته جدا مهمة لخط الدفاع بالأول ولباقي زملائه بالفريق عشان وين يتمركزوا وكيف حركوا الطابة. الحارس الرابع اللي هو مع المودرن فوتبول أو كرة القدم الحديثة صار له مكان وصار له أهمية كتير كبيرة، اللي هو حارس كرة القدم اللي بيلعب بإجره بطريقة كتير منيحة. وأدرسن حارس مانشستر سيتي الجديد هو من أهم الأسباب اللي جوارديولا أصر بإنه يتعاقد معاه من الدوري البرتغالي، هو بإنه بيلعب بإجره كتير منيح لدرجة إنه الحارس هذا معروف إنه بيصنع أهداف. كرة القدم الحديثة الهجمة تبلش من عند حارس المرمى، بتروح لخط الدفاع، بعدين بتنتقل للاعبين الوسط. وأدرسن هاي من أهم مميزاته اللي كان مفكر جوارديولا أنها موجودة عند برافو، ولكن للأسف ما كانتش موجودة عنده. على العموم حراس المرمى على مر التاريخ ما بلشوش زي ما حكينا زي ما هم بيلعبوا هلا، بلشت حراسة المرمى بطريقة جدا كلاسيكية، المهم انك انت بس تنقذ الطابة، لحد هلا لما وصلنا لانه حارس المرمى هو اول مين بيبدا الهجمة. ولكن على مر تاريخ كرة القدم مر حراس مرمى كانوا جدا غريبين، كان عندهم اشياء ممكن نحكي عنها حتى انها مجنونة. في حارس مرمى برازيلي اسمه سيرجيو، سيرجيو من معروف عنه سيري حتى عيلته، هو معروف عنه انه جاب اكثر من 100 هدف، تخيلوا حارس مرمى جايب اكثر من 100 جول، هو كان يلعب بنادي ساو باولو على مدى تاريخ حياته، وكان من اهم الاشياء المميزه فيه انه هو من هدافين الفريق. بعديه الحارس يمكن اللي اكثر شهره منه من سيري اللي هو تشيلافيرت، تشيلافيرت كان حارس الباراغواي، وكان معروف بانه من احسن المنفذين للضربات الحره على مستوى العالم، يعني تخيلوا الفريق لما تجي ضربه حره بيروحوا بينادوا الحارس، بيجي عند قريب من منطقه جزاء الفريق الثاني بيضرب الفري كيك او الضربه الحره وبجيبها كول، ومن هاي كانت ابرز شهره تشيلافيرت. ولكن اكثرهم جنونا هو هيجيتا او هيجوتا حسب اللفظ تبعه، هيجيتا المعروف بضربته، هلا رح نشوف الفيديو تبعه، بضربته اللي هي ضربة العقرب، كان يصد الطابة بطريقة مجنونة. هاي المباراة اللي صارت مع منتخب انجلترا وهيجيتا كان بيلعب مع المنتخب الكولومبي، والطريقة اللي صد فيها الطابة اللي هي صدت سموها العقرب او السكوربيون ديفنس. هيجيتا كان معروف بانه هو بيلعب حارس مرمى، بس شكله بزمرات ما كانش نفسه يكون حارس مرمى، كان يهجم بالطابة، للأسف مرات كان يعني يكلف فريقه أهداف لأنه كان يهجم بالطابة ويروح فيها لما بعد نص الملعب، كان يحاول يحروث على اللاعبين، كان يحاول يجيب أهداف من البنالتيز من ضربات حرة، ولكن في الغالب ما كانت تزبط معاه، ولكن انشهر بهذا التصدي اللي صار زي ما بنحكي خلص هيك علامة تجارية مسجلة باسمه. إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نبلش بالمراكز الثانية، بداية من الظهير الأيمن للسنترال ديفنس أو هم لاعبين الدفاع اللي ورا للظهير الأيسر، ونسحب لباقي اللاعبين وصولا إلى السترايكر أو رأس الحربة.